إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل ولا ضد ولا ند له. واشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه من بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذير. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين. إخوة الإيمان، قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سبحان من وسع علمه كل شيء، سبحان من جعل أمر المؤمنين كله خير. ولن يكون العبد مؤمنا حتى يؤمن بقضاء الله وقدره، خيره وشره، حلوه ومره. فما الإيمان بالقضاء والقدر؟ وما هي أنواع القدر؟ وما صفات المؤمن بقضاء الله وقدره؟ وما أثر الإيمان بالقضاء والقدر؟ أما القضاء لغة فهو الحكم، والقدر هو التقدير. فالقدر هو ما قدره الله سبحانه من أمور خلقه في علمه، والقضاء هو ما حكم به الله سبحانه من أمور خلقه وأوجده في الواقع. وعلى هذا فالإيمان بالقضاء والقدر معناه الإيمان بعلم الله الأزلي والإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة سبحانه. أخي المؤمن، ينبغي أن تعلم أن مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربع: العلم والكتابة والمشيئة والإيجاب. فالعلم أن تؤمن بعلم الله سبحانه بالأشياء قبل كونها. قال تعالى: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. والكتابة أن تؤمن أن سبحانه كتب ما علمه بعلمه القديم في اللوح المحفوظ. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرئها إن ذلك على الله يسير. والمشيئة أن تؤمن أن مشيئة الله شاملة، فما من حركة ولا سكون في الأرض ولا في السماء إلا بمشيئته. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الإيجاد أن تؤمن أن الله تعالى خالق كل شيء. قال تعالى: الله خالق كل شيء. لا يجوز لأحد أن يحتج بقدر الله ومشيئته على ما يرتكبه من معصية أو كفر. وقد أورد رب العزة ذلك في كتابه ورد عليهم فقال: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. هل اطلع المدعي على علم الله فعلم أنه قد قدر الله أن يفعل ففعل، علما أن قدر الله غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه؟ فلا يصح أن يقول أحد: كتب الله علي أن أسرق فأنا ذاهب لتنفيذ قدره. فهل اطلع على اللوح المحفوظ فقرأ ما فيه؟ إن على العبد المؤمن حق
أن ينفذ أوامر الله وأن يجتنب نواهيه، وليس المطلوب أن يبحثوا على كون ومشيئة الله وعلمه، فذلك غيب ولا وسيلة إليه، وعقولنا محدودة، والبحث في ذلك تكلف لم نؤمر به، بل قد جاء النهي عنه. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان. وفي الحديث: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، فقال لهم: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم. وأما أنواع الأقدار فلقد قسم العلماء الأقدار التي يحيط بالعبد إلى ثلاثة أنواع. الأول نوع لا قدرة على دفعه أو رده، ويدخل في ذلك نواميس الكون وقوانين الوجود وما يجري على العبد من مصائب وما يتعلق بالرزق والأجل والصورة التي عليها وأن يولد لفلان دون فلان. قال تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وقال: كل نفس ذائقة الموت. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرئها إن ذلك على الله يسير. وقال: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وقال: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال: في أي صورة ما شاء ركبك. ومن ثم فهذا النوع من الأقدار لا يحاسب عليه العبد، لأنه خارج عن إرادته وقدرته في دفعه أو رده. الثاني نوع لا قدرة للعبد على إلغائه، ولكن في إمكانه تخفيف حدته وتوجيهه، ويدخل في ذلك الغريزة والصحبة والبيئة والوراثة. فالغريزة لا يمكن إلغائها ولم نؤمر بذلك، وإنما جاء الأمر بتوجيهها إلى الموضع الحلال الذي أذن الشرع به وحث عليه وكتب بذلك الأجر للحديث: وفي بضع أحدكم أجرا. والصحبة لا بد منها، فالإنسان مدني بطبعه، وإنما جاء الأمر بتوجيه هذا الطبع إلى ما ينفع. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والبيئة التي يولد فيها الإنسان ويعيش لا يمكن اعتزالها ولم نؤمر بذلك، وإنما يقع في القدرة التغير والانتقال إلى بيئة أكرم وأطهر. والرجل الذي قتل 99 نفسا أوصاه العالم حتى يصح توبته أن يترك البيئة السيئة إلى بيئة أكرم، فقال له: انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها أناس يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. وهنا لا يكون الحساب على وجود ما ذكرناه من غريزة وصحبة وبيئة، وإنما على كيفية تصريفها وتوجيهها. الثالث نوع للعبد القدرة على دفعها وردها، فهي أقدار متصلة بالأعمال الأعمال الاختيارية والتكاليف الشرعية، فهذه يتعلق بها ثواب وعقاب، وتستطيع ويدخل في قدرتك الفعل وعدم الفعل معا، وتجد أنك مخير ابتداء وانتهاء. فالصلاة والصيام باستطاعتك فعلها وعدم فعلها، فإذا أقمتها أثابك الله
وإذا تركتها عاقبك. والبر بالوالدين باستطاعتك فعله بإكرامهما، وباستطاعتك عدم فعله بإيذائهما. وكذا يدخل في ذلك رد الأقدار بالأقدار، فالجوع قدر وندفعه بقدر الطعام، المرض قدر ونرده بقدر التداوي. وقد قيل: يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوي بها ورقى نسترقي بها، أترد من قدر الله شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي من أقدار الله. وهذا النوع الثالث هو الذي يدخل دائرة الطاقة والاستطاعة، وهنا يكون الحساب. وحيث يكون السؤال: أعطيتك القدرة على الفعل وعدم الفعل، فلما فعلت في المعصية ولما لم تفعل في الطاعة؟ أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الوعد الأمين. وأما صفات المؤمن بقضاء الله وقدره، فهناك صفات المؤمن بقضاء الله وقدره، منها أولا الإيمان بالله وأسمائه وصفاته، وذلك بأن الله سبحانه لا شيء مثله. قال تعالى: ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا أفعاله ولا في صفاته. وقد قال العلماء: ما خطر ببالك فهو على خلاف ذلك، فلا تشبيه ولا تعطيل. أي لا نشبه الله بأحد من خلقه، ولا ننفي صفات الله تعالى. ثانيا الإيمان بأن الله تعالى موصوف بالكمال في أسمائه وصفاته. وفسر ابن عباس قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، حيث قال: الذين يقولون إن الله على كل شيء قدير. ثالثا الحرص، وهو بذل الجهد واستفراغ الوسع وعدم الكسل والتواني في عمله. حرص المؤمن يكون على ما ينفعه، فإنه عبادة لله سبحانه. رابعا الاستعانة بالله، لأن الحرص على ما ينفع لا يتم إلا بمعونته وتوفيقه وتسديده سبحانه، ولأن العجز ينافي الحرص والاستعانة. فإن غلبه أمر فعليه أن يعلق نظره بالله وقدره، والإطمئنان إلى مشيئة الله النافذة وقدرته الغالبة، وأن الله سبحانه أعلم بما يصلحه، أحكم بما ينفعه، أرحم به من نفسه، وأن الله لا يقدر لعبده المؤمن إلا الخير. وذلك مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير أحرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. وأما أثر الإيمان بالقضاء والقدر، فإن الإيمان بالقضاء والقدر له آثار كريمة، منها الأول القوة، وذلك سر انتصار المسلمين في معاركهم مع أعداء الله، ومعظمها كانوا فيها قلة، ولكنهم أقوياء بعقيدة الإيمان بالقضاء والقدر، حيث تربوا على قوله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وللحديث: من صره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. يقول أبو بكر رضي الله عنه لخالد بن الوليد رضي الله عنه: أحرص على الموت توهب لك الحياة.
ويبعث خالد بن الوليد إلى رستم يقول له: لقد جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. العزة، فالمؤمن عزيز بإيمانه بالله وقدره، فلا يذل لأحد إلا لله سبحانه، لأنه علم وتيقن أن النافع الضار هو الله، وأن الذي بيده ملكوت كل شيء هو الله، وأنه لا شيء يحدث إلا بأمر الله، ألا له الخلق والأمر، فالخلق خلقه والأمر أمره، فهل بقي لأحد شيء بعد ذلك؟ الرضا والإطمئنان. فنفس المؤمن راضية مطمئنة لعدل الله وحكمته ورحمته. ويقول عمر رضي الله عنه: والله لا أبالي على خير أصبحت أم على شر، لأني لا أعلم ما هو الخير لي وما هو الشر لي. وعندما مات ولد للفضيل بن عياض رحمه الله ضحك، فقيل له: أتضحك وقد مات ولدك؟ فقال: ألا أرضى بما رضيه الله لي. وقد ميز الله بين المؤمن والمنافقين في غزوة أحد، فالإطمئنان علامة، والقلق وسوء الظن بالله علامة النفاق. قال تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاس يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. والتماسك عدم الانهيار للمصيبة والحدث الجلل. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدى قلبه، والله بكل شيء عليم. قال علقمة رحمه الله: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وقال ابن عباس: يهدي قلبه لليقين فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فلطم الوجوه وشق الجيوب وضرب الفخذ وإهمال العبد لنظافة الجسد وانصرافه عن الطعام حتى يبلغ حد التلف، كل هذا منهي عنه ومنافي لعقيدة الإيمان بالقضاء والقدر. والله در الشاعر: إذ ابتليت فثق بالله وأرضى به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. إذا قضى الله فاستسلم لقدرته، ما لامرئ حيلة فيما قضى الله. البأس يقع أحيانا بصاحبه، لا تيأس فنعم القادر هو الله. اليقين بأن العاقبة للمتقين، وهذا ما يلزم به قلب المؤمن بالله وقدره، أن العاقبة للمتقين، وأن النصر مع الصبر، وأن مع العسر يسرا، وأن دوام الحال من المحال، وأن المصائب لا تعد إلا أن تكون سحابة صيف لا بد أن تنقشع، وأن ليل الظالم لا بد أن يولي، وأن الحق لا بد أن يظهر. لذا جاء النهي عن اليأس والقنوط: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح إلا القوم الكافرون. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. اللهم اجعلنا من المتقين الحارسين على أعمال الخير، واجعل لنا قوة الإيمان بالله وقضائه وقدره. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى إخوانه النبيين والمرسلين، وآل بيته الطاهرين، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم كثيرا يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولا ذكر الله أكبر.
والله يعلم ما تصنعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا وأقيموا الصفوف وتراصوا وتعدلوا وسدوا الخلل يرحمكم الله. بسم الله. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ادخلي في عبادي وادخلي جناتي. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى صلى الله على محمد صلى
قال يا ربي أمتي أجرها من النيران. قال له نعم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا طيب طيبت المنازل يا طيبة يا طيبة حبيبي حبيبي والله ساكن بطيبة بطيبة. يا طيبة طيبت المنازل يا طيبة يا طيبة حبيبي حبيبي والله ساكن بطيبة بطيبة. يا طيبة بقلبي نورك يا طيبة يا طيبة منيتي والله زورك يا طيبة يا طيبة. يا طيبة بقلبي نورك يا طيبة يا طيبة منيتي والله زورك يا طيبة يا طيبة. طيبة اشتقنا لك والنور قبالك والله اشتقنا لك والنور قبالك يا طيبة. ساكن بطيبة بطيبة. يا طيبة طيبت المنازل يا طيبة يا طيبة حبيبي حبيبي والله ساكن بطيبة بطيبة. يا طيبة هواك فينا يا طيبة يا طيبة مدح الهادي بيحينا يا طيبة يا طيبة. يا طيبة هواك فينا يا طيبة يا طيبة مدح الهادي بيحينا يا طيبة يا طيبة. طيبة اشتقنا لك والنور قبالك والله اشتقنا لك والنور قبالك يا طيبة. طيبة طيبت المنازل يا طيبة يا طيبة حبيبي حبيبي والله ساكن بطيبة بطيبة. ساكن في البيت.